السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا منوعات للكل. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل قرص كماج بطريقة سريعة إن شاء الله. مكونات كلها من البيت، دي القرص معايا شكلها في النهاية، حبيت أوريها لكم قبل ما أبدأ الفيديو. قرص طرية وجميلة جدا، ممكن تعمل إفطار سريع، عشا برضو، أي حاجة. قرص طرية جدا وجميلة وطعمها أجمل. لسه سخنة بس معايا ومش قادرة. نبدأ مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا مع بعض 2 كيلو دقيق، كيس خميرة. هنضيف المكونات الجافة الأول مع بعض. شوية سكر، نص معلقة كده مش كبيرة قوي، وذرة ملح صغيرة. وكيس بيكنج باودر. ده كده مكونات الجافة، اقلبهم مع بعض. على فكرة السكر بتاعي هو اللي غامق شوية، ف ده مش خميرة، مش كل اللي حطيته ده خميرة، ده كان سكر والملح هو اللي كان قبل. قلبت مكونات الجافة، وطبعا انا محتاجة القرص دي تكون طرية، فعايزة لبن يكون رايب او زبادي. فانا عملتها اصلا لاني كان عندي متوفر شوية لبن ومش حد هياكلهم وكده، فقلنا نعمل بهم حاجة طرية، والناس كانت زهقت من الطبيخ وكده، فنعمل قرص ناكلها ناكل بقى اي حاجة، بقى نريح يوم من الطبيخ يعني. ده شوية لبن اللي كانوا موجودين، لو مش موجود عندي لبن ممكن اجيب 2 علبة زبادي 4 واكمل بمية عادي، او عندي لبن حليب اكمل بيه. بس هو الاساسي فيها يكون لبن رايب عشان تطري معايا العجينة والقرصة نفسها. انا لميت العجين معايا الاول بالدقيق، وبعدين حطيت معايا 2 كوباية زيت على سمنة، او سمنة بس، دي كانت سمنة بس اللي متوفر عندي يا جماعة علشان ما اقفش على حاجة. كان متوفر عندي السمنة، تمام. ما عنديش سمنة ممكن اعمل بزيت، عندي الاتنين، اضيف دي وده وده مع بعض. هبدأ ألم العجينة معايا. القرص دي يا جماعة محتاجة تعجن كويس. يمكن القرص الدايبة ممكن ألم الدقيق لحد ما العجينة تتماسك معايا ماشي، إنما القرص الكماج اللي هي الطرية محتاجة عجين كويس لحد ما العجينة تبقى ناعمة معايا خالص. عميت العجينة ورشيت عليها شوية صوص صغيرين، وهغطي عليها بقى بكيس واسيبها تاخد وقتها معايا عشان تخمر كويس. العجينة هتحتاج تخمر كويس، دي اهم حاجة برضو فيها. الجو كويس برضو، مش محتاج دفى قوي، الجو يعتبر مش برد يعني. كده انا سبتها شوية بس برضو كنت مستعجلة عليها، سبتها حوالي ساعة وحاجة، كانت محتاجة تتساب كمان شوية. هي برضو اللي بس هي خمرت يعني، الخميرة باينة فيها خالص اهي. هبدأ اقطعها معاكم. طبعا احنا مش بنقطعها حاجات صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، كور متوسطة كده. انا مش عايزة القرص صغيرة يعني، حاجة متوسطة معايا. الناس اللي تعرف حاجة اسمها الأبوري والحاجات الأبابير والحاجات دي، عايزة القرصة في حجم الأبوري الصغير. طبعا يا جماعة منساش الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يفك كرب جميع المسلمين يا رب، وارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انا هقطعها كلها واسيبها في الصينية برضو، مش هبدأ فرد فيها على طول. اي حاجة عايزاها تفرد معايا وتكون مرتاحة اسيبها ترتاح هي شوية، يعني انا قطعتها واسيبها ترتاح ربع ساعة نص ساعة، لو في متسع من الوقت هيكون افضل. مفيش بقى اول واحدة بدأت اقطعها هي اول واحدة ابدأ في فردة، هتكون ارتاحت برضو شوية. انا طبعا وانا بلمها كده بشد العجينة معايا. القرص الدايبة انا طبعا ما كنت بفردها، مش بحط بينها وبين بعض اكياس ولا قماش ولا اي حاجة. ليه؟ لان الزيادة بتاعتها كتيرة قريبة من الكحك فمش بتلزق في بعضها، انما دي لا. دي الكمية اللي طلعت معايا من ال2 كيلو، طبعا لو انا كنت مصغرة العجينة شوية كان طلع اكتر، بس انا كنت فعلا كنا محتاجين ننجز يعني. وبرضو مش فردتها بايدي، ففردناها هنفرد مع بعض بالدراجية. ولو في عندي مكنة يا جماعة أسرع من ده كمان، المكنة بتاعت الخبيز العيش اللي هو مش عارفة كل الناس عارفاها ولا لا، بس أكيد موجودة يعني في البيوت. بعملها على مثلا على واحد، بشد منها العجينة دي، هي بتطلع مطولة برضو زي دي كده لأن طبعا المكنة مش مدورة، بس برضو نتيجتها كويسة وبتسرع معايا الموضوع. انا كده عشان عملت بالدراجية فخلصتهم برضو بسرعة، شكلهم مطول كده شكل الابابير زي ما قلنا، بس كويسين يعني، اداني كمية كويسة خالص. طبعا زي ما قلنا حاطين بلاستيك بين الطبقات وبعضها علشان ما يلزقوش في بعض، لان السمنة بتاعتهم مش كتيرة ان هي دايبة، لا هي دي حاجة طرية. انا طبعا ولعت الفرن يسخن وبدات ارص في الصينيه. عندي الصينيه اللي معايا مش كبيره والقرصه نفسها كبيره، فمش هياخد معايا عدد يعني 5 بالكتير. اللي انا محتاجاها تطلع معايا طريه، فمش ههدي النار قوي، انا معليه النار وعلشان هي القرصه تبقى معايا برضو وتكون كويسه. الأرز بس يا جماعة تبرد معايا، مجرد ان هي تبرد بس والمها علشان ما تبرولش مني برضو، والورقة ما تشربش الزيت اللي فيها، ده معلومة برضو. لو سيبناها تنشف كده بتبقى مش ظريفة كده. نكون وصلنا نهاية الفيديو مع بعض، يا رب اكون افدتكم. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، واللي محتاج واللي عايز يعلق اي تعليق اتفضل يعلقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.